السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطن الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. مقابله يعني كنا نتمناو انه المنتخب الوطني يفوز بها، مقابله اللي نقول ممكن صعبناها على انفسنا خاصه في الشوط الاول. اول شيء 11 لاعب اللي دخلوا كما معتاد، يعني وكما قلنا في فيديوهات سابقه انه الناخب الوطني راح يعتمد على 11 لاعب اللي واجهوا بوراندي، وبالفعل خاصه في الشوط الاول اللي واجهوا بوراندي، وبالفعل اليوم نفس التشكيله، موندريا، عطال، ايت نوري في محور الدفاع، رامي، ماندي وسط الميدان، كل من بن طالب واسماعيل بن ناصر، امامهم شايبي ومحرز وبليلي، والامام راس حربه كلاسيكي بغداد بونجاح. التشكيله كانت يعني بنسبه 95% واضحه وضوح الشمس. فقط الشيء اللي يحز في نفس الواحد ويغيظني في نفس الوقت انه لعبنا شوط ممتع. الشوط الاول ممتع ممتع. الحسره وين؟ الحسره وين؟ ما استغليناش الشوط الاول، وما استغليناش الركود نسميه اقل مدافعي المنتخب الانغولي. الشوط الاول انا مانيش مستوعب كيفاش ما سجلناش ثلاثه واربع اهداف، وعلى الاقل اقل حاجه الشوط الاول كيما كيروالوا كما كانوا نخرجوا 3-0. الشوط الاول 3-0 بلا ما نحكي على الهدف الخرافي تاع بغداد بوجع التسلل هذاك، بلا خلينا من الهدف 3-0. الشوط الاول 3-0. السيناريو المقابله تاع البارح بين مصر والموزمبيق تكرر. مصر دفعتها كاش، لو انه منتخب مصري مازال عنده ديك الشخصيه نتاع المنتخب الكبير، منتخب اللي عنده بطولات افريقيه، قدر يتعادل في الدقائق الاخيره. لكن الشيء اللي صرا لمصر صرا لنا هنا، بكل صراحه الشيء اللي صرا لمصر صرا لنا هنا. الموزمبيق ولا انغولا في زوز في المتناول، في زوز في المتناول. صحيح انه بطوله مجمعه اللي هي كاس افريقيا تختلف عن المقابلات اللي يكون فيها تصفيات كاس العالم او كاس افريقيا، مش كيف كيف صح، لانه المنتخب يكون محضر جيد خاصه الموزمبيق او انغولا. لكن تقريبا مدرسه كرويه واحده، مدرسه البرتغاليه يلعبوا كرات القصيره، هم حتى اللغه لغه برتغاليه. لكن الشيء اللي يحز في نفس الواحد انه كنا قادرين نعطوها 3-0. مصر سجلت في الدقيقه الثانيه، خلاص الماتش في الجيب، قال لك الماتش في الجيب. ضيع ضيع ضيع، راطي فاس فاس، راوغ، حبس، صمت، دير دريبلي، فزت فزت فزت. كمل الشوط الاول، الشوط الثاني يعدلوا لهم ويزيدوا لهم الهدف الثاني. ولولا ضربه جزاء تاع مصطفى هذاك لاتاكون تاع نونت في الدقائق الاخيره، ما كانش مصر تجيب حق تجيب حتى نقطه تعادل، كانت تخسر. وتعرفوا شخصيه البطل، لان مصر في الدقائق الاخيره ضغطت على الموزمبيق، واللي يضغط عليه بطبيعه الحال راح يغلط. اي دفاع يتحمل الضغط الضغط الضغط، من بعدها يجي الوقت ليغلط. نفس الشيء للمنتخب الوطني، ولو انه تحس في الشوط الثاني، ولو انه الهدف جاء بعد خطا فردي من نبيل بن طالب. كل صراحه الهدف نتاع انغولا هو خطا فردي، لكن انغولا في الشوط الثاني خرجت شويه وضغطت علينا وحاولت انه تربكنا. طبيعي الحال اذا ما غلطش بن طالب راح يجي لاعب اخر ويغلط، بالتالي ضربه جزاء، ضربه جزاء شرعيه وسجلها منتخب انغولي. لكن الفرص اللي ضيعناها في الشوط الاول لو استغليناها كنا نقضيو على انغولا، نقضيو عليها. هذه هي، هذه كرة قدم. الشيء اللي كما قلت غير يعني من المفروض السيناريو تاع البارح نتاع مصر رانا حفظناه ودخلنا بقوة، سجلنا هدف خلاص نزيدوا الثاني، إذا عندنا فرصة نزيدوا الثالث، إذا كان فرصة نزيدوا الرابع. لكن هذه هي، هذه هي. علاش قلت لك الشيء اللي غيظني انه الشوط الاول لعبنا يعني بطريقه كاننا لعبنا في بلادنا، وحجمنا هذه انغولا قلبناها حومه، خليناها تتمركز لها في الدفاع، ما كانش ما عندهم ما يقدروش يلعبوا حتى 3-4 باس، يلعبوا غير كرة طويله وكش ما مخالفات. الشوط الاول ما كانش، الشوط الاول ما كانش انغولا، منتخب واحد اللي يلعب هو الجزائر فقط. لكن الشوط الثاني هذه هي، سيناريو مصري يتعاود، ضيع ضيع ضيع، ما تسجلش راح يسجلوا عليك ضربه جزاء، ومن بعدها بقاو يضغطوا عليك ويحاولوا
مره ولا زوج كاش ما يباغتونا بكاش مخالفه كاش ركنيه كاش كذا كاش هجمه مضاده، لكن الحمد لله نقول انا الحمد لله انه المقابله خرجت تعادل. انك تتعادل في المقابله الاولى، لان المقابله الاولى كنت تذكروا في وقت سابق قلت صعب مقابله هي المقابله الاولى. المقابله الاولى ولو ان المنافس ضعيف، باش نكونوا صراحه ونصارحوا بعضنا، واجهنا انغولا ما واجهناش منتخب كبير، انغولا تبقى انغولا، لكن هذا لا يعني انه الاستهتار بالمنافس. منافس في الشوط الثاني كان منظم دفاعيا، كان منظم باش نهضروا كل صراحه، فقط ما دخلش مليح في المقابله وكنا قادرين نقتلوا المقابله في الشوط الاول. كل صراحه كنا قادرين نقتلوا المقابله في الشوط الاول. الشيء الاخر انه المقابله الاولى ديما صعيبه، والمقابله الاولى عليها ضغوطات. احنا خرجنا مكاس افريقيا اللي فاتت بنقطه وبهدف، وخرجنا ايضا مكاس العالم، وكانت مشاركه سيئه الكاس في مشاركه سيئه لنا في كاس افريقيا، وبالتالي رايحين نحاولوا كي نقول حاولوا معناها المدرب واللاعبين انهم يمحيوا الصوره السيئه لدى الجماهير الجزائريه في المشاركه اللي فاتت تاع الكاميرون، وكانوا لهم شغل ضغوطات باش يديروا كاس افريقيا جيده انطلاقا من المقابله الاولى. اذا دائما المقابله الاولى تكون صعيبه. المنتخب الوطني نقول وفق بدرجه كبيره في الشوط الاول، وكان قادر كما قلت يقضي على احلام المنتخب الانغولي منذ البدايه، لكن ما استغلناش الفرص. الكره تاع الهدف تاع بغداد بنجاح متاكد انه اختيار يوسف بلايلي كان مقصود لغرض واحد ووحيد، وقلته في فيديو سابق كان تذكروا يوسف بلايلي تم استدعائه للمنتخب الوطني، وراح قلت لكم يلعب اساسي منذ البدايه نظرا ل يقولوا علاقته او تفاهمه الكبير مع بغداد بنجاح. بنص غمزه يعطيها بغداد بنجاح يخرجوا فص فص، هذا هو سبب لعب يوسف بلايلي. يعني كان اسباب اخرى، لكن من بين الاسباب يعني الاساسيه والرئيسيه انه يوسف بلايلي لعب اليوم اساسي وبدا به الناخب الوطني باش يساعد بغداد بنجاح ويعطي كرات بغداد بنجاح. وبالفعل الكره ميليمتريه بغداد بنجاح اللي سجلها وجه لوجه، بلا ما نحكيو على هدف الخرافي اللي للاسف تسلل كما تحسبش تسلل يبقى في التاريخ. انا تبان لي اذا مانيش غلط احسن هدف منذ انطلاق كاس افريقيا هذه، يعني مانيش غلطه، اذا غلط غلط اكتبوا لي في الكومنتير قول لي راك غلطه، السنه الفلانيه كاين هدف احسن من بغداد بنجاح. انا الشيء اللي نعرفه والشيء اللي شفته احسن هدف هو الهدف تاع بغداد بنجاح اللي جاء تسلل، على كل حال احسن هدف بالنسبه لي والله اعلم ممكن راني غلط. قول المنتخب الوطني نقول باللي ضيع ثلاث نقاط كانت في المتناول، قول صراحه ثلاث نقاط كانت في المتناول، لكن يعني عادي كرة قدم تكون فيها انطلاقة ماهيش مليحة، قادر حتى تخسر وقادر تروح لافينال وتدي الكاس عادي، مصرا والو، المهم ما خسرناش. أنا صراحة بالنسبة لي كنت متبني ثلاث نقاط، لكن عدلت النتيجة أنغولا وخرجنا متعادلين أحسن من نخسروا، أحسن من نخسروا، نقطة آخر ما كانش. بقات لنا مقابلة بوركينا فاسو، مقابلة صعيبة، التوقيت نتاعها صعيب مع منتخب لاباس به، منتخب عنده لاعبين عندهم مستوى لاباس به. ان شاء الله المنتخب الوطني يتوفق، اقل حاجه ما يخسرش. انا بالنسبه لي ان شاء الله المنتخب الوطني ما يخسرش، وعلى بالي متاكد انه اللاعبين راحين يزيدوا يبذلوا مجهودات مضاعفه على مقابله انغولا، ومتاكد انه الناخب الوطني درس مليح ودرس جيدا نقاط قوه وضعف المنتخب بوركينا فاسو. منتخب قوي، مقابله قويه، المنتخب الوطني الان ما خسر والو، قالت له مقابله نتاع بوركينا فاسو. ان شاء الله المنتخب الوطني يتوفق ويجيب ثلاث نقاط، اقل حاجه تعادل. اذا الناس على بالي زعفانه، معليش هذه المقابله الاولى، هذه نقولوا مقابله افتتاحيه. المنتخب الوطني كان قادر يقتل المقابله في الشوط الاول، هذه احكام كره القدم. مازالت لنا مقابله الثانيه والثالثه، ان شاء الله اللاعبين يبذلوا مجهودات مضاعفه، وان شاء الله المنتخب الوطني يرجع لسكه الانتصارات. مجرد فقط مقابله الاولى، ما نزعفوا ما نتقلقوا، فيها خير ان شاء الله. اذا في الاخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.